مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تكثف من جولاتها التفتيشية اليومية لأسواق الجملة والمفرد المخصصة لبيع الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأساسية في جانبي الكرخ والرصافة لمنع رفع الأسعار غير المقبولة من بعض الباعة والتجار. باشرنا منذ الساعة 400 كانت بداية الواجبات ضمن مراكز البيع المباشر للخضار ضمن جانب الكرخ ومتمثلة بعلوة الرشيد النموذجية وعلوة اليوسفية إضافة إلى علوة التاجي. تابعنا مباشر لغاية الساعة 800، حاليا توجهنا إلى شرجة البيع اللي هي المركز الرئيسي ضمن جانب الكرخ لتوزيع مواد الغذائية الجافة والمستوردة. الجهات الأمنية متواجدة، خاصة الأمن الاقتصادي والأمن الوطني، وحاليا يتابعون الأسعار ودي يشوفون احنا بيش نبيع وبيش نشيك. كواقع لازم الدولة تساهم وبشكل مباشر بالبطاقة التموينية للمواطن، تعزيز البطاقة. ما نقول احنا كل البطاقة التموينية، فده 4 مواد رئيسية من البطاقة التموينية راح تعوض جزء يسير من صعود الدولار. اقتصاديون ومتخصصون أكدوا إمكانية الاعتماد على المنتجات الغذائية المحلية المتوفرة حاليا في الأسواق والسعي لإيجاد بدائل عن نظيراتها الأجنبية، ما سيسهم في تحريك القطاعات الإنتاجية ويخلق فرص عمل جديدة وبكلف أقل من البضائع المستوردة باهظة الأثمان. استيراد المواد الغذائية أغلبها سلع تعتبر كمالية، يعني غذائية ولكن كمالية. كثير مثلا تنوع الأجبان موجود بديلها منتج عراقي وجيد جدا وناجح، وفريش أفضل من المستورد اللي ماضي عليه أكثر من احتمال اكسباير يجي. سعر الصرف سيجعل من قيمة كلف المنتج المحلي بقيمة أقل، راح يكون المنتج المحلي شيئا ما منافس للمنتجات الأجنبية. وتواصل الجهات الأمنية المختصة متابعتها اليومية والحثيثة للأسواق المحلية لمنع أي حالة تلاعب أو غلاء في الأسعار من شأنها الإضرار بالمواطنين. مؤيد الفرطوسي، العراقية الإخبارية، بغداد.